قطعت عن الدراسة سنتين، فشفت طالبة دلتني على المعهد وأجيت، كتير منيح يعني استفدت، وهي أول فصل راح أدهم إن شاء الله. وفرت لي المدرسة كتير شغلات، من ضمنها إنه هون ما حسنت أدرس مدارس عامة، حسنت هون أدرس هلا أقدم توجيه علمي. يعني الحمد لله عم أطمح لأنه لقدام أخذ منحة، أنه أخذ يعني مجموعة إن شاء الله فوق 95. بدرس صيدلة بجامعة الزيتونة، إجيت على الأردن قبل سنة ونص، وبحب أشكر الجمعيات الخيرية اللي ساهمت في أنه نقدر نكمل تعليمنا الجامعي، وبخص بالذكر جمعية Humanity First لأنها قدمت لنا منح طلابية وخلتنا نقدر نكمل حلمنا بالدراسة الجامعية. منظمة الهيومانيتي فيرست تكفلوا في أطفال أيتام ومحتاجين في رسالة تعليم، بارك الله فيهم وإحنا معاهم، والله يقويهم للهيومانيتي فيرست وعلى خطى الحبيب مثل ما بنحكي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله إنه نقدم الرسالة تبعتهم وإحنا معهم.